حرب إعلامية تقود خطاها آلة إعلام النظام السوري وحليفته روسيا، التي تصر على أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي لإجلاء سكان مدينة دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية، وأن فصيل جيش الإسلام سيسلم بموجب الاتفاق أسلحته المتوسطة والثقيلة وسيعترف بسيادة النظام على دوما. بالمقابل نفى فصيل جيش الإسلام أخبار إبرام اتفاق مع روسيا للخروج من دوما. قائلا ان الاتفاق الذي تم ابرامه مع موسكو يقتصر على اجلاء مصابين وحالات انسانيه من دوما للعلاج في ادلب مع استمرار وقف اطلاق النار، وعلى لسان قائد الفصيل عصام بويضاني اضاف الجيش انه يتفاوض للبقاء فيها وان مقاتليه لن يخرجوا من مدينه دوما كما يروج النظام وروسيا. وان المفاوضات التي يجريها جيش الاسلام مع الروس هي من اجل البقاء في دوما وليس للخروج منها وتسليم السلاح. نحن باقيين بهي البلاد. اللي بده يبقى معنا ما طالعين منها. اللي ما بده يطلع. يروح. يطلع. لا تسويش علينا. نحن بدنا هون. وما نحن اللي بنسلم السلاح. وهي الاشاعات اللي انه سلموا السلاح هذا ما لنا هذا السلّاح بدكم. انا اليوم اللي بدي السلاح لبابا ولا بابا بدي اسال اصغر واحد وكاله الانباء الفرنسيه اشارت بدورها الى ان يوم امس الاحد شهد اجلاء جزئيا من دوما تضمن اخراج مئات الاشخاص بينهم نشطاء واطباء وجرحى فضلا عن عائلات مقاتلين من فصيل فيلق الرحمن التابع للمعارضه الى محافظه ادلب فيما ذكرت قنوات تلفزيون النظام السوري أن 1146 شخصا غادروا دوما أمس الأحد على متن 24 حافلة، وبهذا الإجلاء يكون أكثر من 40 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية على مدى أكثر من أسبوع.